إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن مما ينبغي التنبيه عليه والحديث عنه في هذا المقام ما يحل بالأمة من البلاءات والابتلاءات التي تحتاج إلى رجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فكل شيء خزائنه بيد الله، فالخير بيد الله والشر بقدر الله سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إن مما أصاب العالم اليوم ما يسمى بفيروس كورونا، الذي يعتبر خلقا من مخلوقات الله وجنديا من جنود الله، يسلطه الله جل وعلا على من يشاء من عباده الكافرين أو المسلمين. فإن الله سبحانه وتعالى من سننه الكونية أن يبتلي العباد ليعلم من يصبر على بلائه وأقداره، ومن يتعدى حدوده. إن الأمراض والأوبئة عباد الله ليست وليدة اليوم، بل هي في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان تنتشر الأوبئة والأمراض، وينزل البلاء من السماء، ويصيب الله به من يشاء. وإن هذا البلاء الذي حل بالعالم جعل الناس في ذعر شديد، أغلق المنافذ والمطارات، ومنع كثيرا من التسوق والتجارات، ومنع الكثير من الناس من الحركات، وشل حركة الناس في تجاراتهم وفي سياساتهم وفي اجتماعاتهم دول عظمى.
دول عظمى تخسر المليارات وتذهب بسبب هذا الفيروس، منها كثير من الصناعات والتجارات، وتجف كثير من الموارد. كل ذلك عباد الله ليعلم الناس جميعا أن الله جل وعلا قادر على أن يغير العالم بأصغر مخلوقاته، وأن الله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. لو أراد الله أن يهلك العالم سبحانه وتعالى، لو أراد أن يهلك العالم في لحظة لأهلكهم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، فإذا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إن الله إذا أذن بهلاك البشرية جميعا أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور فينفخ نفخة فإذا هم حصيدا خامدون. أيها المؤمنون، لا عجب من قدرة الله سبحانه وتعالى. الله على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم. لا يكون في أرضه إلا ما يشاء، ولا يكون في عباده إلا ما يشاء جل وعلا بتقديره سبحانه وتعالى. فيا عبد الله ويا أيها المسلم الكريم، كيف تواجه هذا البلاء؟ كيف تواجه هذا البلاء؟ وما هو سلاح المؤمن؟ المؤمن بالله الراضي بربه وبنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، المؤمن بقضاء الله وقدره وباليوم الآخر، المؤمن بكتب الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. ما هو سلاح المؤمنين أمام تلك الأوبئة وأمام تلك الجنود العظيمة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى؟ أيها المؤمنون، وقبل أن نتحدث عن سلاح الدفاع، نتحدث قليلا عن هذه الأوبئة وما هي ولأي سبب تنزل وتحل بالعباد. إن مما ابتلى الله عز وجل به العباد ما يسمى بالطاعون، والطاعون اختلف العلماء في تفسيره، فمنهم من خصه بمرض معين، تصاب فيه اللحوم الرخوة في الإنسان من الآباط ورأس الأنف وغيرها بتغير اللون وترهله، ويصاب الإنسان بإسهال حاد يكون سببا لهلاكه مع بقاء عقله. ومنهم من جعل كل وباء انتشر فأهلك الناس وأماتهم، وجعل ذلك طاعونا من الطواعيد. والطاعون عباد الله أول ما سلطه الله جل وعلا على الأمم السابقة بسبب مخالفاتها وانحرافاتها. قال الله عز وجل، قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن الطاعون رجزا، سلطه الله على من كان قبلكم فهو رجز عليهم وعذاب عليهم. قال: وقد جعله الله لهذه الأمة شهادة، فمن أصابه الطاعون فصبر واحتسب ثم مات، مات شهيدا. جعله الله شهادة لأمة الإسلام، وهو في أصله عذاب على أعداء الله سبحانه وتعالى. الطاعون عباد الله قد انتشر في تاريخ الإسلام في زمن عمر بن الخطاب، طاعون عمواس الذي انتشر في الشام فأهلك قرابة 30,000 من المسلمين، مات بسببه 30,000 من المسلمين، منهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبو عبيدة
ابن الجراح ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن حسنة وبلال بن رباح، كل هؤلاء ماتوا في ذلك الطاعون الذي ظهر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما كان عمر رضي الله عنه قريبا من الشام يريد دخولها والذهاب إلى بيت المقدس، أخبر أنه قد أصابهم الوباء، فجمع أمير المؤمنين مشيخة الصحابة، جمع أهل بدر فاستشارهم هل يقدمون على الشام أم لا، فقالوا لا يكون إلا أمر الله وقدره، فاقدم بالمسلمين إن شئت. ثم أدخل مشيخة قريش وكبارهم ثم استشارهم في ذلك، فقالوا يا أمير المؤمنين لا تقدم بجنود الله على هذا الوباء وارجع بهم المدينة. فبينما هو في الأخذ معهم وقد استحسن ردهم، استحسن رد مشيخة قريش، جاء عبد الرحمن بن عوف وكان مسافرا في حاجة، فقال يا أمير المؤمنين إن عندي خبرا وعلما عن هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال هاتي. قال يقول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوا فيها، فلا تدخلوا فيها، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها. فقال أمير المؤمنين إذن نرجع المدينة بعد أن سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقام أبو عبيدة ابن الجراح وقال يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله، أتفر من قدر الله؟ قال أمير المؤمنين رضي الله عنه لو غيرها قالك يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وقد حصل طاعون بصرى الذي مات فيه أيضا المئات والعشرات، وطاعون الجارف الذي مات فيه لأنس بن مالك رضي الله عنه 80 ولدا دفنهم رضي الله تعالى عنه، دفنهم وكلهم من صلبه. ومات لعبد الرحمن بن أبي بكرة 40 ولدا ولغيرهم من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، مات الكثير من الصحابة ومن الصالحين في تلك الأوبية وفي تلك الطواعين. ولا يزال عباد الله، لا يزال معاشر المسلمين الابتلاء ينزل على العباد وله أسباب كثيرة، فمنها أن الله سبحانه وتعالى قد يسلط البلاء على أعدائه الكفار ليهلكهم وليريهم ما هم فيه من الضعف وما هم فيه من العجب والغرور. فقد كانت الصين تفتخر بأنها أعظم دولة صناعة وأقوى دولة من حيث التجارة والصناعة والعدد، فسلط الله عليهم هذا الفيروس الذي لا يرى إلا بعد تكبيره بربع مليون مرة أو بنصف مليون مرة حتى يظهر في المجهر. وأما ما سلطه الله على من سبق فقد سلط الله كما تعلمون للنمرود بن كنعان الكافر بالله، سلط الله عليه البعوضة في أنفه دخلت من منخره حتى وقرت في جمجمته، فما زال يضرب بالنعال والجريد والمطارق حتى مات بسبب البعوض، وهو ذلك الجبار الذي قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت، عياذا بالله. وهكذا أيها المسلمون، إن التعنت على الله والمجاهرة لله بالمعصية سبب من أسباب البلاء وسبب من أسباب الدمار والخراب. وما أصابكم من مصيبة
فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما نزل آدم عليه السلام من جنة الله دار السلامة من الآفات ودار النعيم المقيم، نزل آدم عليه السلام بأكلة أكلها فعصى الله فأكلها، بأكلة عصى الله فأكلها، فأخرجه الله من جنة عظيمة، من جنة لا يشقى فيها ولا يتعب ولا ينصب، إلى دار الحياة، إلى دار الحياة الدنيا، دار الابتلاء والأوجاع والأسقام والأمراض والأوبية والابتلاءات والموت. أخرجه الله بمعصية وطرد إبليس ولعنه وجعله منبع الشر والفساد بسبب عصيانه لأمر الله، ولم يسجد لله جل وعلا سجدة واحدة. دمر الله قوم نوح وأغرقهم لأنهم كفروا بالله، وأهلك الله عادا الأولى وثمود فما أبقى لأنهم كفروا بالله وكذبوا رسل الله، وأغرق الله فرعون لما كان فيه من الكبرياء والافتخار والتجبر والتكبر والظلم والفجور، وادعى أنه رب العالمين فأغرقه الله وجنوده في اليم وهو مليم. وهكذا دمر الله سبحانه وتعالى قرى اللوطية الذين ارتكبوا تلك الفاحشة إلى جانب كفرهم، فخسف الله بهم وأتبعهم حجارة من سجيل منضود مسومة وما هي على الظالمين ببعيد. وهكذا عباد الله، يقول ربنا جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن الله هو رب الداء والدواء، وهو الذي ينزل البلاء، وهو الذي يرفعه، وهو الذي يعز من يشاء، وهو الذي يذل من يشاء، وهو الذي يغني ويفقر، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. فالله جل وعلا هو القهار، وهو الجبار، وهو القادر القدير، وهو القوي المتين، وهو الرزاق العليم، وهو اللطيف الخبير، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يضحك ويبكي، وهو الذي يعين العبد على أحواله. هكذا عباد الله، يجب على المسلم أن يتأمل في أخبار الأولين ويعلم أن الله جل وعلا يسلط على أعدائه من الانتقامات والابتلاءات والفيضانات والبراكين والزلازل وغيرها من الأعاصير ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. لما قتل أصحاب الأخدود المؤمنين وأحرقوهم في النار، يوم أن انتهوا من إحراق المسلمين وقتل الغلام، سلط الله تلك النار التي أحرقوا بها المؤمنين عليهم فأكلتهم النار، أحرقت النار التي أحرقوا بها المسلمين وأججوها للمسلمين، سلطها الله عليهم فأحرقتهم في نفس الوقت. لهذا قال الله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، ولهم عذاب الحريق. إن الصينيين من الشيوعيين كانوا قد حجروا على أكثر من مليون، على أكثر من 3 مليون مسلم، وعذبوهم وأهلكوهم من الإيغور وغيرهم، ثم سلط الله عليهم حجرا حجر على 30 مليون
أضعافا مضاعفة بسبب ذلك المخلوق الصغير الذي سلطه الله سبحانه وتعالى ليظهر عجز التكنولوجيا الحديثة والتطورات الزائفة والخبرات التي يظن البشر أنهم يستطيعون أن يصلوا بها إلى ما يريدون. لا والله، ليس للموت عباد الله علاج، ليس للموت علاج، كل شيء له دواء إلا الموت والهرم، فإنه لا دواء له، لا دواء له. إذا نزل أمر الله بطلت العقاقير وعجز الأطباء وعجز الأقوياء وضعفت التكنولوجيا أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. كلا، إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من الذي يرقي، من الذي يرد من الموت، ومن الذي يدفع؟ إنها آجال مضروبة وأيام معدودة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، من لم يمت بالجلطة فسيموت بالرصاصة، ومن لم يمت بالرصاصة فسيموت بالحادث، ومن لم يمت بالحادث فسيصاب بالفيروس، ومن لم يصب بذلك فسيصاب بأي شيء من الأسباب التي جعلها الله للموت. لا يموت أحد في غير أجله، ولن يتأخر أحد ساعة واحدة، ولو كان البقاء لأحد لكان أحق به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه مات ليلقى ربه. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان له إبل، كان له إبل، قال: يا رسول الله، إن البعير الأجرب يكون بين إبلي فتصاب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة. قال: إنه يصاب يا رسول الله، البعير الصحيح بالأجرب. قال: فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول؟ إذا كتب الله جل وعلا للعدوى أن تنتشر انتشرت، وإذا لم يكتب الله لها الانتشار فلن تنتشر. ولهذا يا عبد الله يجب أن تعلم علم اليقين أن كل ما يكون وكل ما يدور لا يكون إلا بأمر الذي إذا قال للشيء كن فيكون. فاطمئن أيها المسلم وكن مؤمنا بقضاء الله وقدره. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفره إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين، كيف يواجه المسلم كورونا وغيره من الأمراض والأوجاع؟ أولاً، يجب عليك أن تكون مؤمناً بقضاء الله وقدره. يقول عليه الصلاة والسلام: عجباً لأمر المؤمن، أمر المؤمن عجيب، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء سراء شكر فكان خيراً له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. الله أكبر. الكافر يبكي على نفسه أن يموت لأنه يريد أن يشرب ويأكل، يريد أن يسكر ويزني، يريد أن يفعل الحرام، يريد أن يتلذذ، يريد أن يتمتع بالحياة،
لكن المؤمن الدنيا سجنه، فهو ينتقل من الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقية، وينتقل من النكد والنغص والتعب إلى الفرح والسرور. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام عند أن ينزل ملك الموت فيخاطب روح المؤمن ويقول: يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رب غير غضبان، اخرجي إلى روح وريحان، اخرجي إلى رضوان وجنان. قال: فتخرج بسرعة وخفة كما تسيل القطرة من في السقاء. هنالك يوم أن يرى المؤمن ملائكة الله تقول: أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يحب لقاء الله، وإذا مد له في قبره وجاءه روح الجنة وريحانها ونعيمها قال: يا ربي أقم الساعة، أقم الساعة. إن المؤمن يفرح بلقاء الله ويؤمن بقضاء الله وقدر الله والموت. ما أصاب عبدا كان في ضيق إلا وسعه الله عليه، وما أصاب عبدا في سعة إلا ضيقت عليه. فيجب علينا أن نؤمن بقضاء الله وقدره. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لن يصيبك أبدا الفيروس إلا إذا كتبه الله لك وأنت في بطن أمك، ليس اليوم، وأنت في بطن أمك سيدركك. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. في بروج مشيدة، إذا نزل أمر الله لا تغني البروج ولا تغني الاحتياطات ولا الاحترازات. إذا نزل أمر الله فالله على كل شيء قدير. ثانيا عباد الله، يجب علينا أن نكون حريصين على الدعاء، فهو سر الشفاء وسبب رفع البلاء وسبب دفع النقمة وسبب إيقاف كورونا وغيره. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو في والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا دعاء رسول الله صباحا ومساء: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي. من أين سيأتيك الشر وقد حفظك الله من جميع الجهات؟ يا عبد الله، كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وجهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. كان من دعاء رسول الله: اللهم إني أعوذ بك من فجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. كان من دعاء رسول الله كل صباح ومساء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا يصيبك شيء بإذن الله لا يضرك. أعظم من المصل الذي يستخرجونه ومن الوقايات التي يتوقون بها
ومن الأسباب عباد الله الأخذ بالاحتياطات الشرعية. ديننا دين عظيم ما ترك. اليوم تنادي دول العالم العظمى بالحجر الصحي الذي أخبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1440 سنة. قال: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوه، وإذا جاءكم أنتم في أرض فلا تخرجوا منها. رسول الله يخبرنا بهذا. رسول الله يخبرنا أن في السنة ينزل بلاء من السماء. قال: فمن كان له آنية فليكفأها، ومن كان له طعام فليعرض عليه ولو عودا وليقل بسم الله. أمرنا الإسلام أننا نغطي الأوعية حتى الفارغة، لا تجعلها مكشوفة في الليل، اقلبها، اقلب الوعاء. علموا النساء في البيوت لا يبقى الدقيق مكشوفا ولا الرز مكشوفا، لا بد من الغطاء ولو عود تعرض عليه، لأنه ينزل في السنة بلاء يصيب كل وعاء. أكفئوا الآنية. وبين عليه الصلاة والسلام بيانا عظيما للنظافة، فقال: نظفوا أفنيتكم خالفوا اليهود، نظفوا الساحات من القمامات وأمام البيوت وخلف البيوت. أمرنا رسول الله أن ننظفها، ونحن اليوم نحتاج إلى أوامر صحية من الوزارات العليا حتى نأخذ القمائم من البيوت. إذا أمرك الإسلام أن تأخذ القمامة من باب البيت، فمن داخل البيت من باب أولى، فمن الغرف من باب أولى، فمن المطابخ من باب أولى. نظفوا أفنيتكم. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. أمرنا بالاستنشاق في اليوم 5 مرات وجوبا، بالاستنشاق والمبالغة إلا في حالة الصيام. وقد اكتشف العلماء أن الفيروسات التي تأتي في الجهاز التنفسي إصابة المسلمين فيها قليلة جدا بسبب الوضوء. أمرنا أن نغسل أيدينا في اليوم أكثر من 10 مرات، لأنك تغسل يديك سنة قبل الوضوء 3 مرات، ومع الوضوء 3 مرات أو مرتين. 5 مرات تغسل يديك ورجليك ووجهك وأنفك وفمك، طهارة عظيمة. اليوم ينادي أعداء الإسلام أنك تجعل المعقم على يديك في اليوم ولو مرة. الإسلام دين عظيم، دين عظيم. كلما دخل شيء أنفك استنشقت أخرجت ما في أنفك. لا يعلم ما يخرج بسبب العطاس وبسبب الاستنشاق من البلاء والبكتيريا إلا الله سبحانه وتعالى. يا عبد الله، أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستنجي باليمين، أن نستنجي باليسار، وأن نأكل باليمين. والآن تنزل وزارات الصحة أنه يجب على الإنسان أن يغسل يده غسلا جيدا، لا سيما بعد البول والغائط. الشمال للغائط والبول والمخاط والبصاق والأقذار، واليمين للأكل والطيبات. اليمين، بينما تجد بعض المسلمين يأكل بالشمال. أمرنا الإسلام بأمور الفطرة: قص الأظافر، حلق العانة، نتف الإبط، غسل البراجم، الاستنجاء، غسل البول، النظافة من البول، النزاهة من البول، عذاب القبر من البول، كل هذا من أجل النظافة والطهارة. نهى وحرم الخمر لأنه يفقد العقل، نهى عن الميتات والجيف والكلاب والحمير، وعن أكل المحرمات من الثعابين. ماذا يأكل أهل الصين؟ ماذا يأكل الشيوعيون؟ وماذا يأكل الكفار؟ يأكلون الجيف والميتات، يشفون الكلاب حية ويأكلونها.
يأكلون القاذورات، يأكلون بني آدم، يتركون الجيف في الهند والصين، الكفار والهندوس يتركون جيفة الإنسان إذا مات في مكان يبقى حتى ينتهي لحمه، ثم يأخذون العظم ويدفنونه بعد أشهر وسنوات. أما المسلم ثم أماته فأقبره، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، تغطي النجاسات والقاذورات والأوساخ وبني آدم، ليبقى الجو نظيفا، لتبقى الحياة في أوساط المسلمين. كم نعدد لا يسع المقام لذكر الطب النبوي، فقد ألفت فيه المؤلفات. وينصح المسلم أن يتوب إلى الله وأن يدعو الله وأن يقبل على الله، وأعظم سبب لرفع البلاء أن نعود إلى الله وأن نتوب وأن نستغفر وأن نصلي وأن نتصدق، فالاستغفار سبب لرفع البلاء، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر سبب لرفع البلاء، والصلاة سبب لرفع البلاء، والصيام سبب لرفع البلاء، وكثير من الأشفية والأدوية، العسل والحبة السوداء شفاء من كل داء، والقسط الهندي، كل هذه أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليها. فعلى المسلم أن يرجع إلى دينه وسيجد فيه كل خير وكل عافية وكل سلامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعنكم وعن جميع المسلمين ما حل بالناس من البلاء. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وجهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، واحفظ المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم سلط عليهم جنودك الذين لا يقفون أمامهم بقوتك وعزتك وجبروتك يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.